في اغاني كتير لها ذكريات، فعشان كده الاغاني اللي بقدمها دلوقتي وبقول الذكريات هي ايه، وذكريات صادقه يعني مش كذب، عشان خاطر يبقى فيها صدق والناس يحسوا بيها اكتر واكتر. من الاغاني برضو لها ذكريات عندي قصيده، هي كلام شعر لشاعر كبير وانسان كبير فقدناه ورحل عنا بكل اسف، هو المرحوم الاستاذ كامل الشناوي. الاستاذ كامل الشناوي انا مره قريت له مقال كان يوم عيد ميلاده، ونشر جزء من قصيده عدت يا مولدي في مقاله ده. انا الكلمات عجبتني جدا وتاثرت بيها، وكانت الكلمات دي بتتجاوب مع بتتفاعل مع احاسيسي ومع مشاعري انا. وصدفه انه ليلتها جه وسهر عندي، فقلت له يا استاذ كامل انا النهارده قريت مقالك اللي كتبته عن عيد ميلادك وهنيته بعيد ميلاده طبعا، وما كنتش عارف لان كنت قريته الصبح في الجرايد بس، وقلت له الكلمات القصيده دي ممكن تسمح لي اغنيها تديها لي اغنيها؟ قام قال لي والله يا فريد انا الحقيقه القصيده دي عجبت الاستاذ محمد عبد الوهاب وبقالها عنده 4 سنين، فمش معقول اني اروح اديها لمطرب تاني يغنيها واسحبها منه، مش لطيفه يعني ويمكن يتضايق الاستاذ عبد الوهاب. فقلت له لا، ما دام هي موجوده عند الاستاذ عبد الوهاب يبقى هو وانا واحد. بس هو حس الاستاذ كامل ان انا نفسي فيها فعلا ونفسي اغنيها، فما قالش حاجه وفضل ساكت. فات على الحكايه دي سنه، جه عيد ميلاده بعد سنه، فانا كنت عرفت بقى ميعاد عيد ميلاد الاستاذ كامل الشناوي، فعزمته وعزمت اصدقاء ليا واحتفلت بعيد ميلاده في بيتي انا بعد الحكايه دي الحادثه دي بسنه تمام. فجت الناس بالليل اللي انا دعيتهم، وجه الاستاذ كامل الله يرحمه، وقعدنا وجت الساعه 12 بالليل، طفينا النور وكنت محضر له تورته وشمع وحاجات زي كده، وعملت اعمل له مفاجاه لطيفه يعني، وطفى الشمع هو وولعنا النور وقعدنا نتعشى بعد كده على السفره. واحنا قاعدين بناكل راح حاطط ايده في جيبه، انا كنت قاعد جنبه، وراح مطلع ورقه وراح مديها لي، قال لي دي هديه مني لك في يوم عيد ميلادي. قلت له في يوم عيد ميلادك احنا اللي لازم نهديك؟ قال لي لا، بس دي حاجه انت طلبتها مني فانا بقدمها لك في الليله دي، لانه من سنه انت طلبت مني افتح الورقه وشوف فيها ايه. ففتحت الورقة لقيت قصيدة عدت يا مولدي، وبيقول مهداة من كامل الشناوي لفلان الفلاني لفريد الأطرش. فأخدته بالحضن وبوسته وشكرته، وبعدين قلت له أنت عملت إزاي عشان تجيبها من الأستاذ عبد الوهاب لا يتضايق؟ قال لي لأ فريد، أنا رحت للأستاذ عبد الوهاب وقلت له إنه فريد طلب مني إنه يغني الغنوة دي، فإذا كانت أنت مش هتغنيها لأن بقاله دي 5 سنة موجودة عنده في الدرج، واستأذنت منه إذا كان هو مش هيغنيها يعني إذا كان يرضى إني أنا آخدها وأديها لك أنت. فبالعكس الأستاذ قال له فريد ده أخويا وحبيبي، ما دام هو أعجب بيها أنا ما عنديش مانع إنه فريد أبدا يغنيها، وراح مديها له وقال له أديها لفريد. فكانت هدية لطيفة، هديتين من اخويا وزميلي الاستاذ عبد الوهاب، ومن صديقي الراحل اللي مش ممكن انساه ومش ممكن حد ينساه كامل الشناوي، ودي كان ليها ذكرى مش ممكن انساها ابدا، ونسمع حتى منها عشان نعيش مع شعر الراحل الباقي كامل الشناوي.